مجمع صنع الغاز يعني وضع استراتيجية فيما يخص اندماج الطاقة اندماج الطاقات المتجددة في الشبكة في الشبكات الخاصة بمجمع صنع الغاز. هناك عدة ورشات مفتوحة خاصة الورشة التي تخص القانون، لأنه هذا الورشة الأهم هي القانون، يعني لازم نهيئ القانون ليتماشى مع اندماج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء للشبكة الكهرباء لشركات سواء كانت النقل أو التوزيع.